هنا وبعد عملية الخلط يحول 35 منتجا خاما مع مضافات خاصة لتشكيل صيغ كيميائية مقاومة للحشرات الضارة أو الفطريات، وفي المحصلة منتجات مطابقة لمواصفات وزارة الفلاحة لكي تحافظ على سلامة المحصول الزراعي. هو نموذج لصناعة مواد الصحة النباتية بولاد جلال. نسعى من أجل أن الفلاح تجيه منتوج ذات جودة جيدة وذات سعر منخفض. ثانيا بالنسبة للصناعة تاعنا، احنا نسعى لتوفير مناصب شغل جديدة. احنا عندنا متربصين يجونا من معاهد التكوين، عندنا متربصين يجونا من الجامعات اللي رانا نكونوا فيهم باش في المستقبل يولوا يخدموا معنا. احنا رانا نسعاو باش نوفروا المنتوج طوال السنة لإنجاح الفلاحة الجزائرية بصفة عامة. منها العراقيل ودخلت حيز الخدمة هذه الملبنة. هي الأولى بولاية ولاد جلال، استثمار جديد جاء لتلبية حاجة سكان الدوسن وما جاورها من هذه المادة الحيوية في انتظار تجسيد إنجاز مشروع مزرعة لتوفير الحليب الطازج. اليوم رانا نطالب إن شاء الله بالزيادة في المادة هذه، هي بودرة الحليب، ولا مشروع ثاني هي تربية الأبقار الحلوب اللي رانا نستناو إن شاء الله في القانون الجديد تاع الاستثمار هذا اللي راح نستفادوا منه واللي راح نوفروا الاكتفاء الذاتي إن شاء الله في الحليب المدعم ولا الحليب الطازج. تم رفع القيود على كل المشاريع العالقة، ونحن بصدد إنشاء مناطق صناعية مصغرة، حيث أن المستثمر سوف يأتي لمباشرة الاستثمار، سواء تحويلي فلاحي أو ممكن أن يكون حتى الولاية يكون عندها انفتاح على كل الصناعات وعلى كل الصناعيين في شتى المجالات. ولاد جلال ولاية فتية تسعى بعد إنشائها حديثا إلى وضع الأسس الراسخة لتنمية المنطقة وبناء القواعد الصلبة للنهوض بالصناعة بالجنوب والمساهمة في الاقتصاد الوطني.